إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 13 و14 من سورة النساء، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. الإشارة بقوله سبحانه وتعالى تلك إلى الأحكام السابقة، والأحكام السابقة إن اعتبرنا ما قبل هذه الآية فهي أحكام المواريث، وإن أخذنا الأحكام المذكورة في السورة منذ بدايتها فإنها أحكام متعددة، إذ السورة تعرضت للعديد من الأحكام، منها أحكام اليتامى، ومنها أحكام النساء، ومنها أحكام المواريث. وجماعة من المفسرين قالوا بأن الإشارة إلى أقرب مذكور، ومنهم من قال بأن الإشارة تشمل الجميع، وهذا القول والذي نحاه أبو حيان والألوسي وقطب الأئمة والعلامة ابن عاشور والعلامة الإمام محمد عبده، كل هؤلاء قالوا بأن المشار إليه الأحكام السابقة من بداية السورة الكريمة إلى هذه الآية. أما الذين ذهبوا إلى أن المشار إليه أحكام المواريث فإنهم رأوا أن تكون الإشارة إلى القريب، وقالوا بأنه إذا جاءت إشارة بعد متعدد فإنها تكون إلى أقرب مذكور. أما الذين قالوا خلاف ذلك فإنهم قالوا بأن الإشارة لما كانت صالحة لأن تكون للجميع فلا ريب أن شمولها لكل ما تقدم أولى، وهذا القول أصح حجة وأظهر برهانا، ذلك لأن أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتباين من حيث عظم شأنها وجسامة مسؤولية العباد عنها. فأحكام الله سبحانه وتعالى جميعا هي حدوده، ونحن نرى أن السلف عندما فسروا هذه الآية الكريمة ذكروا الحدود مفسرة بمعاني إن اختلفت ألفاظها تتحد معانيها،
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الحدود بالطاعة، ومنهم من فسر الحدود بالفرائض، ومنهم من فسرها بالسنن، وهي لا تختلف من حيث المعنى. والله سبحانه وتعالى عندما يشرع أمر حكما ويأمر بأمر أو ينهى عن نهي، فإن ذلك الحكم لا ريب أنه من حدوده، فلا يسوغ لأي أحد أن يتعداه. والأصل في الحد أنه الفاصل بين مكان وآخر، ولكن أطلق ذلك على الفاصل المعنوي، وأطلق على الأحكام باعتبار أن مشروعيتها إنما تقتضي أن يكون الإنسان منحصراً في تصرفه فيها في حدود طاعة الله، غير متجاوز حدود الطاعة إلى المعصية. فالحكم إما أن يكون أمراً أو نهياً، فالأمر لا يتجاوز بحيث يخالفه العبد، والنهي أيضاً لا يتجاوز بحيث يرتكبه العبد. على الإنسان أن يحافظ على هذه الحدود، على أن هذه الحدود لا تنحصر في هذا الإطار وحده، أي فيما ذكر من قبل. فالحدود تشمل جميع الأحكام على اختلافها، حتى المباحات هي حدود الله، ذلك لأن وراء هذه المباحات محظورات، ولا يسوغ للإنسان أن يتعدى المباح إلى المحظور. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يبيح شيئا يأمر بأن يكون التصرف فيه، أي الانتفاع به في حدود الإباحة، من غير تجاوز لها إلى ما وراءها. فالله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأكل من ضرورات البنية البشرية، بل من ضرورات بنية الحيوان أيا كان، وكذلك الشرب، ولكن إباحة ذلك للإنسان في حدود الاعتدال من غير تجاوز إلى الإسراف. وهكذا الانتفاع بنعم هذه الحياة بأسرها إنما أبيح في حدود الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط. فالإنسان يؤمر أن يكون معتدلا بين التبذير والتقتير. ولذلك حتى في مشروعية الإنفاق على ذوي القربى واليتامى والمساكين، نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر أن يكون الإنفاق في حدود الاعتدال بين هذين الطرفين. فهو تعالى يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهكذا جميع أحكام الله سبحانه وتعالى إنما هي حدود، فالإنسان يؤمر أن يلتزم هذه الحدود التي أذن بها. ولما كانت هذه الحدود دائرة في إطار هذه الأحكام المشروعة، في إطار الوجوب أو المنع أو الإباحة، مع إمكان أن يكون معها ندب أو تكون معها كراهة، فإن تجاوز ذلك إلى ما وراء طاعة الله سبحانه وتعالى أمر لا يسوء. ولذلك ترتب
الوعد والوعيد على التزام هذه الحدود أو عدم التزامها. فعلى أثر ذلك جاء قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فالله سبحانه وتعالى وعد هنا من يطع الله ورسوله بهذا الوعد العظيم، وعده أن يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ولا يشك مؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو أولى بأن يطاع، فلئن كانت الضرورة تقتضي أن يطيع الإنسان غيره فإن هذه الطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر، لأن الكون بأسره إنما هو خلق الله، والإنسان هو عبد الله، وقد استخلفه الله سبحانه وتعالى في جزء من هذا الكون وهو هذه الأرض، وبوأه فيها مبوأ التكريم، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة إذ خلق له ما في الأرض جميعا، بل تعدى ذلك إلى أن سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فلئن كان هذا الإنسان عبدا لله خلقه الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه بهذه النعم التي هي من خلقه والتي هي ملكه، فإن الطاعة المطلقة يجب أن تكون من الإنسان لله سبحانه، وأن لا يعصيه في أي شيء أمره به ولا في أي شيء نهاه عنه. على أن الإنسان يجب أن يكون في قرارة نفسه وملء فكره وشعوره أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأنعم عليه بهذه النعم الجسيمة التي لا يمكن أن يستوعبها فكر ولا يمكن أن تحد بحد، هو أجل وأعظم من أن يأمره إلا بما فيه مصلحته، وهو أجل وأعظم من أن ينهاه إلا عما فيه مضرته ومفسدته. فجميع أوامر الله سبحانه وتعالى إنما تدور في حدود مصلحة المأمورين سواء علموا أو لم يعلموا، فالله تعالى هو الذي يعلم ونحن لا نعلم، وما على الإنسان أن يبحث وينظر هل هذا الذي أمرني به ربي هو من مصلحتي أو ليس من مصلحتي، لأنه عليه أن يوقن بأن المصلحة كلها إنما هي في هذا الأمر. وكذلك عندما ينهاه الله سبحانه وتعالى عن شيء ليس له أن يفتش ويبحث لماذا نهاني عن هذا، هذا النهي هو في مصلحتي أو في غير مصلحتي، لا، بل عليه أن يوقن أن الله سبحانه وتعالى لا ينهى العبد إلا عما فيه مفسدته، فلذلك كان هذا النهي هو في مصلحة العبد لأنه يمنعه من تجاوز ما فيه مصلحته إلى ما فيه مفسدته. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله، فنحن لا يمكن أن نتلقى عن الله سبحانه وتعالى إلا بواسطة الوحي، والرسول إنما هو الذي يتلقى الوحي، فهو أمين الوحي يبلغنا إياه عن الله سبحانه. فلذلك كانت أيضا طاعته طاعة مطلقة، لأننا لما أيقنا برسالته وآمنا بصدقه وعلمنا أنه معصوم لا يقول إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا مساغ لنا أن نتردد
فيما بلغنا إياه عن الله سبحانه وتعالى، بل علينا أن نقول بأن هذا هو الحق، وأن هذا هو الرشد، وأن هذا هو المصلح. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. هذا. وقد ترادف في القرآن الكريم الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترتيب كل سعادة للبشر على هذه الطاعة، منهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع الإخبار بأن طاعة الرسول إنما هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولئن كانت طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى، فلماذا تقترن بطاعة الله؟ ومن يطع الله ورسوله لم يقتصر على طاعة الله، لأن الرسول إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة أجاب عنها العلامة السيد رشيد رضا في تفسيره المنار بجواب، وذكر على أثره جواباً آخر لأستاذه الإمام محمد عبده. أما جواب السيد رشيد رضا الذي صدر به فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولا ريب أن هذا أمر واضح في كونه طاعة وطاعة لله، فنحن لا نستطيع أن نطيع الله تعالى إلا من خلال طاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أمره سبحانه وتعالى إنما يأتينا من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الأمر يأتينا من قبل رسوله، فإذا طاعتنا لله سبحانه وتعالى إمكانها متوقف على طاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما نطيعه لأنه مبلغ عن الله دين الله، فإذا ما يبلغنا إياه عن الله لا ريب أن طاعتنا فيه لله سبحانه وتعالى، وطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى جعله واسطة بيننا وبينه في إبلاغه إيانا ما فرضه علينا من أوامره أو نواهيه. ولكن مع هذا قد يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لم يوحى إليه فيه بشيء، قد يكون ذلك في أمور العبادات، وقد يكون ذلك أيضا في أمور السياسة ورعاية مصالح العباد، ونحن علينا أن نطيعه لأنه بجانب كونه رسولا من الله سبحانه وتعالى إنما هو إمام للأمة وحاكم عليها، فطاعته صلى الله عليه وسلم من هذا الباب واجبة. وهذه القضايا التي كان للرسول صلى الله عليه وسلم فيها اجتهاد، عندما يكون اجتهاده خارجاً عن ما هو خلاف الأولى فإنه لا يقر على ذلك، إذ المسلمون مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لا يقر رسله على خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد طاعة لله عز وجل، ويستفرغ وسعه في هذا الاجتهاد والنظر، ولكن مع ذلك ربما حجب عنه إدراك بعض الحقائق، فلذلك كان هذا الاجتهاد ربما خرج عن حدود ما هو أولى. وهذا
يتبعه إما عفو من الله سبحانه وتعالى وإما عتاب. فالعفو كالذي حصل له عندما أذن لبعض المنافقين عندما استأذنوه في التخلف عن الخروج في غزوة تبوك، فإن الله سبحانه وتعالى عاتبه عتابا لطيفا في هذا مع سبق العفو على العتاب، إذ قال له: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كان في ذلك رد له صلى الله عليه وسلم عن الأمر الذي اجتهد فيه فرأى فيه ما رأى. وقد يأتي العتاب صريحا وفيه شيء من التشديد كعتابه سبحانه وتعالى له عندما قبل الفدية من المشركين من أجل إطلاق سراح أسارى بدر، إذ قال له سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكان العتاب شديدا، ولا ريب أن شدة العتاب لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره، وإلا فهو عليه أفضل الصلاة والسلام استفرغ طاقته في النظر في مصلحة الأمة ومصلحة الدعوة ومصلحة الدين، ولم يألو جهدا في ذلك، فلذلك لم يكن مأخوذا بهذا الاجتهاد الذي اجتهده، لأنه إنما كان مشروعا له، غير أن الواقع ربما أدى إلى حجب الحقيقة التي كانت أولى به أن يتبعها، فلذلك عتب هذا العتاب. ومهما يكن، فعندما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيما يتعلق بجانب العبادات أو المعاملات أو بجانب السياسة الشرعية، علينا أن نمتثل أمره، علينا أن نمتثل أمره، لأنه رسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولأن أمرنا بطاعته، وجعل الله سبحانه وتعالى طاعتنا له من طاعتنا له سبحانه وتعالى. فإذا هذه الطاعة هي فرض علينا، ما لم يكن هنالك دليل على أن هذا الأمر إنما أراد به الاستحباب واللجد. وكذلك عندما يأتي النهي من قبله صلى الله عليه وسلم تكون الطاعة واجبة علينا في ذلك، ما لم يكن هناك ما يدل على أن هذا النهي إنما هو من باب الكراهة والاستهجان. ومهما يكن فإن طاعته هي خير لنا، سواء كان ما يأمر به واجبا أو كان مندوبا إليه، وسواء كان ما ينهى عنه محرما أو كان مكروها، وإنما طاعته في الواجب وفي المحرم عزيمة، وطاعته فيما عدا ذلك مما ينبغي لنا أن نسارع إليه. أما الأمور الدنيوية فإنها كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمر دنياكم، عندما أشار إلى عدم التأبير ولم يفد ذلك الناس شيئا، عندما تركوا التأبير أي تركهم التأبير لم يفدهم شيئا، فأخبرهم بأنهم أمر أعلم بأمر دنياكم، وما أخبرتكم به عن الله فهو حق، لأن ذلك كان إنما هو مجرد نظر في أمر دنيوي يعود إلى تجارب البشر. هذا ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه بين وظيفتي الرسالة والإمامة
كانت أحكامه تارة تشريعا عاما للعباد، وتارة إنما هي إيالة ونظر في مصالح العباد، فقد يأمر بالشيء أو يحكم بالحكم ويكون ذلك الحكم تشريعا عاما للناس بحيث يؤخذ به، وتارة يكون إنما هو بالنظر إلى الإيالة نظرا إلى المصلحة التي يقتضيها الوقت، وربما كانت هذه المصلحة مصلحة وقتية. من أجل ذلك يختلف الناس في مثل هذه الأمور التي تحتمل الأمرين، فينظر إليها البعض على أنها تشريع عام، ومعنى ذلك أن الحكم يظل باقيا، وينظر إليها الآخرون على أنها من باب النظر في مصالح الأمة وسياستها. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلمه. في بعض المعارك قال: من قتل قتيلا فله سلمه. هذا الحكم نظر إليه كثير من الأمة على أنه تشريع عام، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم باعتبار أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نأخذ بهذا في جميع الأوقات بحيث يكون هذا الحكم مضطرداً، أن من قتل قتيلاً في الجهاد مع المشركين يكون له سلبه. ونظر آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لأجل مراعاة مصلحة الأمة ولأجل التشجيع على الجهاد في تلك الواقعة بعينها، وبناء على هذا رد مثل هذا الأمر إلى نظر الإمام الشرعي الذي يقول: الجهاد فإن رأى المصلحة تقتضي ذلك لأجل تشجيع الناس على الجهاد فإنه يأمر بذلك، وإلا فإن الحكم لا ينطبق في كل وقت من الأوقات. هناك نظر إلى مثل هذه القضايا. أما الجواب الذي قاله الإمام محمد عبده على هذا، فإنه قال بأن كثيرا من الناس قبل نزول الوحي على موسى عليه السلام، واستمر ذلك إلى نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا، كثير من الناس ينزعون منزع الاستقلال العقلي ويرون أن العقل وحده كاف في هداية الإنسان وإيصاله إلى مرفأ الأمان، ولذلك يقول قائلهم بأنني اهتديت بعقلي إلى معرفة أن لي صانعا عليما حكيما قديرا مدبرا له صفات الكمال بأسرها، فكما هداني عقلي إلى ذلك أهتدي إلى طاعته بموجب العقل. مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هاتين الآيتين المباركتين من سورة النساء الآية 13 والرابعة عشرة سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.